السلام عليكم ورحمة الله. اهتز حي الرشاد بمدينة تيفلت في الساعات الأولى من يوم الجمعة على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها شخص في عقده الرابع أقدم على قتل والدته المسنة بوسط شاقورة. وأوضح مصدر محلي أن الأمر يتعلق بميم عسكري سابق أب لطفلين يبلغ من العمر 40 سنة، انهال بالضرب على والدته البالغة من العمر قيد حياتها 60 سنة بوسط شاقورة، مشيرا إلى أن المتورط في هذا العمل الإجرامي يعاني من اضطرابات نفسية. وأشار ذات المصدر إلا أن الأم الضحية المسمة عائشة لفظت أنفاسها الأخيرة مباشرة بعد نقلها إلى مستشفى تيفلت ليتم وضعها بمستودع الأموات، في حين ما تزال الأبحاث جارية من طرف المصالح الأمنية لاعتقال الإبن بعد فراره إلى وجهة غير معلومة. نشكركم على حسن المتابعة.